اتحاد الإنترنت الإسرائيلي، نحن هنا من أجلكم. هل تعرضتم للأذى في الإنترنت أو عبر شبكات التواصل؟ هل تم اختراق حسابكم في الفيسبوك إنستغرام؟ هل تعرضتم لهجوم سايبر لابتزاز مالي أو لسيطرة على حسابكم؟ هل تحتاجون لتوجيه وإرشاد بكل ما يتعلق بالتصفح الآمن لأولادكم في شبكة الإنترنت؟ نحن هنا من أجلكم. اتحاد الإنترنت الإسرائيلي يقدم لكم المعلومات والأدوات الضرورية والشاملة باللغة العربية للتعامل مع المخاطر والتحديات التي تواجهكم في الشبكة، وكيف تحافظون على أمن وسلامة أولادكم في الإنترنت، وذلك من خلال موقعنا باللغة العربية وعبر صفحاتنا في منصات التواصل الاجتماعي. في الموقع ستجدون أيضاً معلومات عديدة حول اتحاد الإنترنت وخدماته وبرامجه المختلفة من أجل تطوير الإنترنت في البلاد. لمزيد من المعلومات حول مواضيع كثيرة مثل تسجيل الدومين، أخلاقيات الشبكة، وحماية السايبر، زوروا موقعنا بالعربي ar.isoc.org.il.